فيلمنا بيبدأ بالزوجين فين وإبري وهما في الطيارة مسافرين لمدينة نيويورك عشان يزوروا عيلة فين. بتبدأ رحلتهم الجوية وبتمر بعاصفة شديدة. فين بيبص من شباك الطيارة فبيلمح برق على شكل سمكة قرش وسط الغيوم، فبيفتكر نفسه بيهيس أو بيتهيأ له، بس لما بيبص مرة تانية بيلاقي سمكة قرش فعلا واضحة قوي، لكنه برضه بيقول لنفسه أنا لو قلت لحد على اللي شفته هيقولوا عليا مجنون وبخرف وشي، فبينزل غطا الشباك وبيكبر دماغه. لكن بعد شوية بيحصل اضطرابات واهتزازات في الطيارة. فين بيرفع غطا الشباك تاني فبيشوف قرش قاعد فوق جناح الطيارة، بيقلق أو بيحاول يحذر ركاب الطيارة، بس محدش من الركاب لسه شاف أي حاجة، فمحدش هيصدقه لو إنه في الجو مش في البحر. قرش إيه ده اللي هيطير جنبهم؟ بعدها مضيفة الطيارة ومعاه عميل فيدرالي بيطلبوا من الركاب إنهم يهدوا، وبيقولوا لهم بإن اللي بيحصل ده مش أكتر من إنه مطبات هوائية. لكن الحكاية بتكبر لأن القروش بتتجمع بره الطيارة بأعداد كبيرة، وبقى سهل أوي إنها تتشاف وهي طايرة في الهواء حوالين الطيارة. سمكة قرش بتدخل جوه محرك من محركات الطيارة وبتحرقه، فالطيارة بتبدأ تفقد ارتفاعها، وبسبب دمار المحرك بيفلت من مكانه، فبيخبط في جنب الطيارة وبيعمل فيها فتحة كبيرة، فراكب من الركاب بيتشفط لبره، والركاب بيترعبوا جدا. المضيفة بتطلب منهم يفضلوا على كراسيهم ويلتزموا الهدوء، لحد ما الطيارة تهبط في أمان، لكن مش بتلحق تكمل كلامها، لأنها بتلاقي قرش طاير عليها، وبياكل راسها في قطمة واحدة. كمان بنلاقي قروش كتير بتخبط في إزاز مقدمة الطيارة، فقرش منهم بيكسر الإزاز وبيمسك بسنانه في راس مساعد الطيار. القرش بيفضل يشد مساعد الطيار لبره، فالطيار بيحاول يسحبها من فكه، بس للأسف هما الاتنين بيطيروا بره الطيارة في الجو مع القرش. الركاب اللي قاعدين ورا كابينة الطيارة بيلاقوا الكابينة بقت فاضية، فبيموتوا في جلدهم من الخوف. فين بشجاعة بيجري على الكابينة عشان يسيطر على الطيارة، وبيحاول انه يعمل هبوط اضطراري. إبريل بتجري على الكابينة هي كمان عشان تبقى مع جوزها، لكن باب من بيبان الطيارة بيتشد لبره من قوة العاصفة، فبتتشد إبريل معاه، بس بتمسك في حزام الكرسي على اخر لحظة وبتحاول تقاوم انها ما تطيرش لبره. العميل الفيدرالي لما بيلاقي قرش بيقرب من إبريل بيحدف لها مسدسه عشان تقتله، فبتضرب عليه نار لكنه ما بيموتش. القرش بيقرب منها اكتر فبياكل ايدها بالمسدس اللي هي ماسكاه. بنرجع تاني لكابينة الطيارة. فين بيتصرف وبيقدر انه يفعل نظام الهبوط الاضطراري، وبصعوبة كبيرة بيقدر يهبط بالطيارة على ارض مش ممهدة. بعد الحادثة الفظيعة دي بيبدأ فين يتكلم لوسائل الإعلام عن عاصفة القروش اللي عدوا منها، لكن معظم الناس اللي بيسمعوا بيتريقوا على اللي بيقوله لأنهم مش مصدقين طبعا. أما إبريل فمجرد ما بتروح المستشفى بيدخلوها بسرعة غرفة العمليات عشان يعملوا جراحة لإيدها اللي اتقطعت، وفين بيكون منتظرها بره بيتعمل لها العملية. بعدها فين بيدخل لها الأوضة عشان يطمن عليها. في الأوضة بيلاقوا التلفزيون بيعرض نشرة الطقس، فالمذيعة بتحذر من إن في عاصفة ضخمة بتقرب من المدينة مليانة بأسماك القرش. وبمجرد ما فين بيسمع الخبر ده بيتصل بإيلين أخته عشان يحذرها، لكن للأسف إيلين مع بنتها بيتبسطوا في جزيرة الحرية، وبتكون عاملة موبايلها صامت فمش بتلاحظ اتصال فين وهي بتاخد سيلفي مع بنتها. إيلين بتعرف خبر عاصفة القروش من صاحبتها اللي قابلتهم هناك، فعلى طول بتتصل بفين واللي بيقول لها تبعد عن جزيرة الحرية خالص وتروح منهاتن عشان هتبقى أمان. فإيلين بتقول له بإن مارتن جوزها وابنهم فين بيتفرجوا على مباراة بيسبول في ملعب قريب من النهر اللي هتضربه العاصفة، وبتطلب منه يروح لهم على هناك ويلحقهم قبل ما العاصفة تهب عليهم. آخر المكالمة بيتفقوا على مكان يتجمعوا فيه كلهم بعدها، وبمجرد ما المكالمة بتنتهي بينها وبين أخوها بتتفاجئ واحدة من صاحبات إيلين بقروش كتير عايمين في النهر بيقربوا منهم، لكن بعد شوية بتوصل العبارة اللي هتعديهم النهر عشان يروحوا منهاتن، فبيركبوها بسرعة. وهم في نص النهر بتبدأ القروش تعوم ورا العبارة، فلما بيبصوا على القروش من فوق العبارة سمكة قرش بتطير وبتهجم على واحدة من صاحبات إيلين. إيلين بتحاول تنقذها فبتكهرب القرش بصاعق الكهرباء، بس للأسف كان الوقت عدى لأن القرش رسم خريطة على وش صاحبتها وبتموت هي والقرش حاضنين بعض. بنروح لمكان تاني في مدينة نيويورك، وبنلاقي فين راكب تاكسي وفي طريقه الملعب البيسبول عشان ينقذ مارتن جوز أخته وابنهم فون، وهو في نص الطريق بيتصل بمارتن لكن للأسف بيلاقي تليفونه مقفول لأنه منسجم مع مباراة البيسبول. فين بيوصل لملعب البيسبول، هناك بيقابل واحدة اسمها سكاي كانت زميلتهم في المدرسة. سكاي بتاخد فين لحد المدرج اللي مارتن وفون قاعدين فيه. فين بيحاول يقنعهم بأنهم لازم يمشوا من هنا بسرعة قبل فوات الأوان، بس مع الأسف بيرفضوا يخرجوا وبيصمموا يكملوا المباراة. مية النهر مع قوة الرياح بيشكلوا عاصفة قوية محملة بأسماك القرش وبتقتحم ملعب الجزم. الناس بتتخض أكتر لما بتلاقي القروش نازلين عليهم من السماء. الفوضى بتسيطر على الملعب، واللي بيزود الفوضى أكتر هو خوف الناس واندفاعهم بعشوائية عشان يخرجوا من المكان. هنا بيكون فين واللي معاه قدروا يسيبوا المدرجات، وهم طريقهم للخروج من الملعب بياخدوا منه مضارب عشان يدافعوا بيهم عن نفسهم. بعدها بيخرجوا من الملعب خالص وبيروحوا على محطة القطر وبيركبوها، ولكنهم بيكونوا خايفين من ان مية العاصفة تغرق الانفاق اللي القطر ماشي فيها. وعلى بعد كام كيلومتر من السكة اللي هيمشي فيها القطر بنشوف اتنين من العمال بياخدوا بالهم بان المية غمرت الممر اللي تحت الارض، فبيروحوا يقفلوا الصمامات عشان يمنعوا التدفق اللي مش بيخلص لانه كده هيغرق الممر كله. وهم ماشيين في الممر بيلاقوا تمساح ضخم بيخرج لهم من وسط المية وبيهجم على عامل منهم وبياكل راسه، فلما زميله بيشوف المنظر الدموي ده بيجري وبيهرب والتمساح بيعوم وراه، لكن بسبب ضغط المية على الممر بينفجر الصمام وبيتغرق الممر كله بكميات كبيرة من المية، وطبعا بتكون محملة بالقروش. فالعامل الغلبان بيجري من المية ومن القروش وكمان في تمساح معاهم، فبينتهي بالحال يا عيني ان التمساح وسمكة القرش بينصصوا سوا في اكله. بنرجع تاني للقطر. فين بيبص من الازاز بيلاقي وراهم المية المحملة باسماك القرش بتسابق الوقت عشان توصل لهم،
طب تعالوا احنا نسبق القطر المحطة قدام، لأن أنا بنلاقي الركاب واقفين على الرصيف مستنيين القطر، وفجأة بيوصل القطر وبيدخل المحطة، وراه المية المحملة بالقروش بتغرق المحطة كلها، والقروش بتبدأ تاكل في الركاب راكب شاكل. فين بيطلب من الركاب اللي معاه إنهم يجروا على أول عربية في القطر قبل ما القروش تدخله. في وسط الفوضى اللي بتحصل دي، سمكة قرش بتخترق العربية وبتهاجم شرطي كان بيساعد الناس عشان يهربهم منها، بس واحد من صحاب مارتن بيضرب القرش بمضرب البيسبول، فبينقذه بعد ما رجله راحت مع اللي راحوا، لكن سمكة القرش مش بتستكفى برجل الشرطي، فبتروح شادة صاحب مارتن بمضرب البيسبول اللي واقف فرحان بيه، وطبعا بالسلامة يا قلبي. بعد ما الركاب جريوا على العربية الأولانية، فين بيرجع تاني للعربية اللي القروش اقتحمتها، عشان ينقذ واحدة ست القرش عاوز يسحبها معاه، لكن للأسف يا ريته ما تعب نفسه وراح، لأنه مش بيعرف ينقذها، ده بالعكس القرش بعدها بيهجم عليه هو، فبيدافع عن نفسه بمضرب البيسبول، لكن القرش بيكسر المضرب بعضة واحدة، وبتتجرح ايد فين مع المضرب، بس فين بينتش الجزء المكسور من المضرب، وبيقتل بيه القرش، بعدها بيشوفوا بإن الأسلم ليهم هو إنهم يخرجوا من القطر، ففون بيشد الفرملة، فأول ما القطر بيقف بينزلوا كلهم جري هم وباقي الركاب، وبيخرجوا بره الأنفاق خالص لحد ما بيطلعوا على الشارع، في الشارع فين واللي معاه بيركبوا التاكسي، وبيفكروا إيه هي نوع الأسلحة اللي ممكن تقضي على القروش اللي بتطير دي، عشان يحاولوا يجيبوها، بيوصلوا بالتاكسي لميدان تايم سكوير. هناك بينقسموا عشان كل مجموعة تدور في مكان. فين بيدخل مطعم بيتزا وبيطلب من الراجل يديله اسطوانات غاز عشان يعمل منها قنابل، فبيوافق يديله عشان يقضوا على القروش. الفريق التاني مارتن وفون بيدخلوا سوبر ماركت وبيشتروا مواد وخامات يصنعوا بيها قنابل قوية، وبعد ما بيخلصوا كلهم بيتقابلوا بالحاجات اللي جابوها وبيختموها بسيف قوي عامل زي سيوف ابطال الاساطير القديمة. بعد كده بيرجعوا تاني على التاكسي. احنا سيبنا إيلين بقالنا كتير ومعرفناش عملت ايه. إيلين وبنتها وصاحبتها وصلت بيهم العبارة لمنهاتن بقالهم شوية، بيروحوا على المبنى اللي إيلين قالت لفين عليه عشان يتقابلوا عنده. في الطريق بيقابلهم راجل بيعرض عليهم يخبيهم عنده في مكتبه اللي قريب من هنا، فبيوافقوا يروحوا معاه لأن الشوارع لبش والقروش خربت الدنيا أرضا وبحرا وجوا. الراجل لسه بيجري معاهم فبتقع منه الشنطة على الأرض، بيرجع خطوتين بالظبط عشان ياخدها، فبتحصل له حاجة غير متوقعة. إعصار القروش بيكون معدي وقتها على جزيرة الحرية، فبيخلع راس التمثال وبيطيرها وبيقع فوق الغلبان ده وهو بيجيب الشنطة، قدره نصيبه كده. في المشهد ده اتنين من عمال النظافة بيلاقوا إيلين واللي معاها بيجروا مرعوبين من راس التمثال اللي عمالة تتدحرج وراهم، فبسرعة بيركبوهم معاهم عربية النظافة. اول ما بيركبوا العربيه والسواق بيركب عشان يطلع بيهم، بيجي قرش طاير حاير وبيروح واكل دماغ السواق، مش عارف ليه القروش دي غاويه لحمه راس، وعشان عامل الوقت إيلين من غير تفكير بتطلع هي بالعربيه لان راس التمثال عماله تقرب منهم قوي. العامل التاني بيكون متشعبط في العربيه وإيلين بتجري باقصى سرعه عشان تهرب من راس التمثال، لكن راس التمثال بتوصل للعربيه وبتحك في العامل على خفيف وبتشرح ظهره، وعشان هي عارفه بان العربيه بطيئه وبكده راس التمثال هتهرسهم لانها لسه وراهم، إيلين بتروح حادفه بالعربيه شمال على الرصيف، فبتخبط في عمود النور وراس التمثال بتعدي جنبهم وبيبقوا فلتوا منها باعجوبه. بينزلوا من العربيه وبيفضلوا يجروا كتير لحد ما بيلاقوا موقف عجل، بياخدوا ثلاث عجلات وبيجروا على المبنى اللي فين واللي معاه هيقابلوهم عنده. في المستشفى اللي فيها ابريل، الدكاتره بيكونوا قلقانين لاي حاجه من الحاجات اللي الاعصار بيحدفها على المستشفى تكسر الشبابيك وتاذي المرضى، فبيقرروا ينقلوا المرضى للدور الارضي. ابريل بتقرر تهرب وسط الفوضى دي، فبتخرج بره المستشفى وتلاقي عربيه مطافي، فبتركبها عشان تروح لفين. في المدينه كلها بتبدا العاصفه تعمل فيضانات لميه النهر المحمله بالقروش، والفيضانات بتغمر الشوارع. فين واللي معاه بيتحبسوا جوه تاكسي وبيبقوا عايزين يخرجوا بسرعه لان المايه كده هتغرقهم وهيبقوا وجبه غدا لطيفه للقروش. فين بيفكر في فكره ذكيه وبيطلعوا من فتحه سقف التاكسي. فين بياخد من السواق حته حبل وبيرميها فوق عمود اشاره، بينزلوا عليه من فوق التاكسي ويعدوا من فوق المايه اللي مليانه قروش. الكل بيعدي فبيتبقى فين والسواق. السواق وهو بيعدي قرش بيشده من رجله فبياخده هو والحبل لتحت. فين من غير الحبل مش هيعرف يعدي فوق القروش، فبيقرر يغامر وينط ويجري فوق القروش كانه بيلعب سوبر ماريو، بيوصل بسلام للباقيين. بعدها بيروحوا المبنى اللي المفروض هيتقابلوا فيه مع إيلين واللي معاها، لكنهم مش بيلاقوهم هناك في المبنى، فبيقرروا يقسموا نفسهم فريقين. فين وسكاي بيطلعوا سطح المبنى عشان يجهزوا القنابل ويحذفوها من فوق، اما مارتن وفون فمهمتهم يستنوا إيلين في الدور الارضي. ولما بنروح لإيلين بنلاقيهم لسه في الطريق والعاصفه والفيضان وراهم، فقرش بيطير على صاحبه إيلين وبيفرمها. بعدها إيلين وبنتها بيوصلوا للمبنى اللي هيتقابلوا فيه وبيلاقوا مارتن وفون في انتظارهم وبيحضنوا بعض فوق سطح المبنى. فين بيحضر القنابل وسكاي بتصنع نبله كبيره بتعملها بقطعه مطاط طويله وبتثبتها على المبنى عشان يحطوا فيها القنابل ويضربوها وسط العاصفه ويدمروا القروش. بيجهزوا قنابلهم وبعد كذا محاوله مش بيحققوا نتائج قويه. بعدها بيتفاجئوا بسرب قروش نازل عليهم من السماء. سكاي بتشد السيف وبتقسم القرش اللي بينط عليها نصين بالطول. وسط العاصفه سمكه قرش ثانيه بتكسر ازاز المبنى اللي هم فيه، فمياه الاعصار بتدخل المبنى وبتبدا تغمره، ده غير خزان المايه اللي بيتكسر وزود المايه ميتين. المايه بتغرق الدور الارضي اللي فيه عيله إيلين، فبيجروا عشان يطلعوا سلم الطوارئ. بنطلع لفين فوق سطح المبنى تاني، واللي بيعمل قنبله كبيره قوي وبيحذفوها وسط الاعصار بتقتل شويه قروش فعلا وبتحولهم لحتت سمك متحمصه، لكن نار الانفجار بتمسك في المبنى وبتقع عليهم من فوق مع قطع القروش. على طول فين وسكاي بيدخلوا المبنى تاني وبينزلوا على سلالم لتحت. في نص السلالم بيلاقوا إيلين وعيلتها طالعين من تحت هربانين من المايه والقروش، فبقت النار من فوق محاصراهم ومن تحت المايه والقروش محوطاهم. يعملوا ايه بقى؟ بيلاقوا قدامهم باب الدور الرابع اللي هيخرجهم على مخرج الحريق، لكن فين بيلاقيه مقفول. فين بيقدر يجيب فاس الطوارئ وبيحب يجربه فبيضرب بيه قرش قدامه على راسه وبيموته،
بعدها فين بيكسر الباب بالغاز وبيخرجوا من مخرج الحريق للشارع، فبيلاقوا إبريل داخل عليهم بعربية المطافي، بيركبوا معاها وبيروحوا على مبنى الدولة امباير ستيت. بيوصلوا للمبنى وفين بيقابل عمدة نيويورك وبيقوله بانه جرب مع القروش القنابل والنار وما نفعش معاهم، فعايز يدمرهم بخزانات غاز الفريون اللي في المبنى، وده الغاز اللي بيستخدموه للبرودة في التكييفات والثلاجات. فالعمدة بيوافق وبيدي فين منشار كهرباء عشان هينفعه. سكايب بتطلع مع فين المبنى، هي بتدخل غرفة خزانات الفريون وبتوصل الكابلات الكهربائية، اما فين فبيوصل سلوك الكابلات بعضيه بسرعة البرق اللي فوق المبنى. وبعد ما بيجهزوا كل حاجه وتمام، فين بيتقطع منه الكابل اللي وصل للخزانات وهو بيشده عشان يفعله. سكاي بتيجي تساعده وبتوصل الكابل تاني. هنا فين بيستغل المنشار الكهربائي كاداه توصيل للبرق مع قضيب المبنى، فبينفجر المبنى كله وبيطيروا وسط الاعصار اللي بقى ساعة زي الفريزر بسبب غاز الفريون. بيلاقوا نفسهم بيقعوا من فوق السماء مع القروش. فين بيتشعلق بخطاف فوق قرش طاير وبينزل بيه فوق قضيب المبنى، فبيخترق جسم القرش وهو بينزل بالسلامه وبيقابل مراته، فبيلاقي قرش طاير عليهم ومش معاه وسيله للدفاع. بيبص جنبه بالصدفه بيلاقي قرش ميت، بيفتح القرش بيلاقي ايد مراته اللي اتقطعت ومعاها المسدس كمان، لان ده القرش اللي كلهم وقت حادثة الطيارة، وبيضرب القرش الطاير بالنار وبيموته. بعدها بيقلع الخاتم من ايد زوجته المقطوعة وبينحني على ركبته على طريقة الفرسان عشان يلبسه لها في ايدها التانية كأنه بيطلبها للجواز من جديد. اشتركوا عشان تتابعوا كل الجديد من فيلم جديد. اشوفكم مع فيلم جديد.